منصور الكاتب العام في الدراية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب. هذا اللقاء التواصلي اليوم جاء استمرار لواحد المجموعة ديال المحطات اللي بدات من مدينة الدخلة ومدينة زاكورة ومدينة مراكش ومرورا بمدينة أكادير. اليوم حنا في مدينة الدار البيضاء، بغينا نعطيوه دلالات لأن المدينة الاقتصادية ولا القطب الاقتصادي الكبير كتواجد به جل المجموعات البنكية اللي عندنا معها علاقات اللي عندنا معها شراكات، ومازال ما لقيناش حلول. اليوم بين الملف القديم الجديد بين ان شاء الله الرحمن الرحيم نحطوه امام في يد المسؤولين، ويد ديالنا ممدوده للحوار، لاننا ناس ديال الحوار وناس ديال التشاركيه، وتشاركنا مع المهنيين اليوم الملف المطلبي، وغادي نحطوه لرئيس الحكومه والوزراء يعني اللي مكلفين بالقطاع ديالنا، ونتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم نلقاو حلول عاجله، لان العناوين الكبرى وهي انقاذ المقاولات، وبغينا ضمانه باش نرجعوا نخدموا، لان ما يمكنش ترجع اليوم تخدم بدون ضمانات باش ما يتعاودش علينا العبء من جديد. بين الاجراء ديالنا يبقاو معززين مكرمين لانهم ضيوف ديال البلاد، لانهم سفراء ديال البلاد ديالنا، بين الدعم ديالهم يرجع لانه باقي محبوس صافي 4 موا هادي. الصندوق ديال السي سي جي خاصو يدخل ويضمن لنا المديونيه ديالنا، ولما لا يكون اعفاء ديال جزء من المديونيه وخصوصا الفوائد المترتبه على هذه المقاولات. وكاين مجموعه ديال المطالب ان شاء الله راه غتكون في البيان الختامي. السلام عليكم ورحمه الله، معكم رشيد حفيظ سائق مهني من مدينه مراكش. اليوم جينا اليوم هنايا في هذا اللقاء اللي تنظمه الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي بالمغرب. من بين اللقاءات اللي دارتهم على الصعيد الوطني، هذا هو اللقاء اللي حضرنا فيه اليوم، على اساس اننا نناقشوا المشاكل اللي تتخبط فيها القطاع. يعني بصفتي سائق مهني تنطلب من الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي انها تهضر شي شويه على المشاكل ديال السائقين المهنيين على المستوى الوطني، وتنتمناو الفيدراليه انها تلفت النظر للدعم ديال السائقين اللي تقطع عليهم هذه واحد المده، والناس راه واكله العصا والناس راه تكرفصات، ونتمنوا انها تلقى الاذان الصاغيه باش تشوف لهذه الطبقه هذه اللي هي الحلقه الاصغر في هذه المنظومه هذه ديال النقل السياحي. وشكرا. هادي المهاجر الكاتب الجهوي لجمعيه النقل ارباب النقل السياحي بمدينه الدار البيضاء. اللقاء اللي تعقد اليوم فهو لأعضاء المكاتب الجهوية بالمملكة المغربية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي. هذا اللقاء جاء تتمة لمجموعة من اللقاءات اللي عقدتها الفيدرالية، وكان آخرها كان أولها بمسيرة المدينة القرقارات، المعبر الحدودي القرقارات، وآخرها كان بمدينة أكادير. هذا اللقاء هذا جاء في هذه الظرفية الحالية بعد تعيين الحكومة الحالية برئاسة السي أخنوش من طرف صاحب الجلالة نصره الله، من أجل تقديم مجموعة من المقترحات لإيجاد حلول للأزمة اللي كيعيشها النقل السياحي. فمن بين هذه المقترحات اللي كانت هو مقترح استعجالي، وهو أرى تجميد الديون الشركات النقل السياحي باش ريتما يستعيد القطاع عافيته. وايضا كنطالبوا باعاده دعم الاجراء 2000 درهم ديال لاسان اساس، وكنطالبوا بدعم مباشر للقطاع لكي يستعيد عافيته. حنا كنعرفوا دابا الانطلاقه ان شاء الله غادا تكون في القريب العاجل، فهذه الانطلاقه يجب مواكبتها. كيفاش غتواكب؟ غتواكب من خلال دعم كيتقدم للارباب ومهني النقل السياحي باش الانطلاقه ديالهم تكون ميسره. وشكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.